موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى 10 لثورة 30 من يونيو المجيدة. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ففي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن وأرادوا أن يغيروا هويته، فملأ المصريون الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، استعاد بها وطنه وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل. وعهد رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية في أنحاء البلاد. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 10 لثورة 30 من يونيو. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم 30 من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة، مضيفا أنه اليوم الذي فرد فيه الشعب المصري العظيم ومن خلفه كافة مؤسساته الوطنية إرادته في الدفاع عن هويته واسترداد دولته وإنقاذها من الفوضى والانهيار على يد قوى الشر التي أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته. هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 من يونيو. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك بهم، فخرجوا جميعا ضد قوى الظلام والشر ليردوها خائبة على أعقابها وينقذوا وطنهم. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أننا ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد. وأوضح وزير المالية الحرص على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث تشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، فضلا على الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية. تلقى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين بالمجان في جميع محافظات الجمهورية. وأضافت الوزارة في بيانها إن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين خلال يوم أمس، حيث وصلت ل 50582 خدمة طبية. يواجه فريق الأهلي في 9:30 مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري. ويلتقي فريق الإسماعيلي في 7 مساء اليوم مع فريق أسوان على استاد الإسماعيلية.